أول شيء الله يمسيك بالخير يا أبو غلا. الله يمسيك ضيوفك شيخنا الصبحي اللي مشى. شباب لا تبعدون كثير تلفون خلكم حولنا. الله يجزاك خير على الحلقة العظيمة. خصم عليه. اللي محورها والمعني فيها شخص عظيم اللي هي الأم اللي وهبها الإسلام مكانة عظيمة. سؤل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. هذا يدل على مكانة الأم ومكانة الوالدين بشكل عام. فالأم بصلاحها صلاح المجتمع كامل. يا سلام. الأم هي المربية، هي الناصحة، هي الموجهة. يقول الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الله سلام. فالأم هي الحياة وهي نور الحياة وهي كل شيء في الحياة. أنا لو دخلت البيت وأمي ما هي موجودة أحس إن خاطري ضايق. أي واحد يدخل البيت ينشد وين أمي؟ حتى لو كان ما يبغى منها شيء وين أمي؟ صح. وين أمي؟ لو كان بس يسلم على رأسها يسلم على يدها هذه إنجاز عظيم لكل شخص. أنا مريت في المواقف هذه وأمر مثلا أجي البيت ما حصل أمي ولا أمي ما شفتها أول ما دخلت البيت أنشد إخواني وخواتي وين أمي؟ أمي وينها؟ فأقول الله يطول عمرك يا بنت مخلد ويجزاس عنا خير الجزاء. والله يقدرنا ونرد جميلس بإذن الله. أمك أمك حياتك برها يا ابن الأجواد. يا سلام. جنة أمك ما غير أمك وطن يا ابن الأجواد. جنة حياتك برها واحتضنها. وما نبغى نطول عليكم. سلامتك. تاهن تاهن بيض الله وجهك يا مخلد ما قصرت. طيب مخلد أنت وراك كذا جلست على طول. هلا ما نقدر نسألك؟ لا لا خذ راحة. بيض الله وجهك. أنا أخواني اللي وقف ودي كذا أسمع منه موقف ترى كذا إلى الآن في نفسه. والله المواقف واجد يا أبو غلا، لكن المواقف اللي مستمر معي على طول الحياة. أيوة. لا رحت مشوار ولا سفر ولا في طريق.